تحلم الأعناق بذهب أصفر يطوقها نقش عليه الشعار الأولمبي الذي يعلن بصريح العبارة دخول التاريخ العالمي من الباب العريض. والرماية القطرية لا تأبى إلا بميدالية أولمبية. بطلنا القطري ناصر العطية يدخل البطولة الأولمبية الخامسة له وشعاره الذهب ولا شيء سواه، وهذا طموح الرامي راشد العذبة والمقاتلة بهية الحمد. ما ننظر لشهر رمضان الكريم على أنه شيء سلبي للرماة. في كثير من البطولات اللي شاركنا فيها سابقا في خلال فترة رمضان ورماتنا حققوا نتائج طيبة. لا ننسى أن بعض اللعبات مثل البندقية 10 متر يعني فترة بسيطة في مكان مغلق ومكيف. بالنسبة للسكيت هي جولات توزع على يومين، وكل جولة تقريبا مدتها نص ساعة، فالرامي يرمي ويأخذ قسط من الراحة. طبعا لابد كل شخص يحط له هدف، وخاصة لما يشارك باسم بلده. أنا يعني كطبيعتي دائما بحط لي هدف بكل بطولة، ومش شرط أني هدفي أن الفوز بالبطولة، بالعكس هو الاحتكاك، ومن بعدها أركز على البطولة اللي بتهمني وبتهم بلادي. الاتحاد القطري للرماية اتحاد ذهبي لا يبخل على لاعبيه بالمعسكرات ولا بالتدريبات المكثفة، وجميعهم تألقوا فيها، خاصة تلك البطولات التي سبقت انطلاق أولمبيات لندن 2012. This time we have a good group of shooters. With Nasser Latif will go the Bahia Al-Hamed and Rashid Al-Azba. Nasser Latif is our most experienced shooter, and he participated in all Olympic Games since Atlanta 1996. His best achievement until now, it was Olympic Games in Athens 2004. الحمد لله على تأهل، يعني ما كان التأهل بسيط، لأن صراحة خط العديد من البطولات سواء كانت عالمية أو آسيوية لحد ما حصلت على هذه البطاقة حق مال التأهيل الأولمبيات، والحمد لله هذا شيء طيب وشرف لي أنا وشرف لنا كعرب أن نكون متواجدين في دورة الألعاب في لندن. اتحاد الرماية والقوس والسهم طموحه دائما في المراكز الاولى. احنا قطعنا نص المشوار، رماتنا حققوا البطاقات التاهيل، وطموح طبعا هذا حق مشروع لكل المشاركين في الاولمبياد بالحصول على الميداليات. يعني في شيء واحد لازم اسويه، وانا داش ارمي احط في بالي الكل نفس المستوى. إذا أنا بأسوي شيء لازم أحط في بالي الكل نفس المستوى. إذا أنا مثلاً خفت من هالرامية ولا خفت من هالرامية ما راح أسوي شيء. So Bahia, she is youngest among our shooters. So she is the fastest improving shooter of our team. This girl, she established her personal records and Qatari records during really important competition. As a shooter, she is fighter. She is not soft school girl.
So this is not only somebody to take the last place. لا يبقى سوى التركيز، فالهدف قريب وإصابته ليست بالمستحيل عن باحث الفوز الأكيد. ورفع علم قطر خفاقا عاليا، وشهر رمضان سيكون شهر الكرم على الجميع. احنا دائما نتفائل بالشهر الكريم، وإن شاء الله أن وجود الأولمبياد هذا في الشهر الكريم هو شيء راح يعطي رماتنا دفعة إن شاء الله أنهم يقدمون أفضل اللي عندهم. وأكثر الرماه المشاركين عارفين أن الرماه المسلمين داشين وعندهم شهر رمضان وفي صيام، فبس وجود الرامي يرمي معاهم وهو في شهر رمضان وممتنع عن الأكل راح يعني يعمل فارق لهم. يقول لك كيف يعني الشخص هذا يرمي جنبي ويحقق نتائج طيبة وهو مش ماكل، فهذا إن شاء الله أنه يكون في صالحنا.